حتى جي لا خفارتها حتى من الفلك لا في البر ولا في البحر وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني فكل من رآني من لس إنه سبع عن هذا الطريق فلله الحمد رضي الله عن أهل الباطل رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل الباطل رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل الباطل رضي الله عن الشهداء نفها طير رب الأرواح حقا تكبر في راض الناس ما وبدر تذكر رب صل على النبي محمد من الغلائط من جهنم في هذه ركعتهم وأطاعهم وسماها طال تطلع ومنها تغمر غير وتظهر ربي صل على النبي محمد من الغلائط من جهنم في غدي أسماءهم كهف الورى وسلا من كل داعية ومما يكبر ربي صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدي من خبارك عادة وعجائب من عند ذكر ميتة واصدر رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدي فلهم كمالات العلا وكرامة ومناقب تالله لا لا تهزر يا ربي صل على النبي محمد من جل الخلائق من جهنم في غدي ذاكري أسمائهم وثنائهم فزدم بخيرات ونعم تغزر ربي صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدي يا لائم بكل شيء تغفر يا ربي صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدي يا رب يا رحمن نعرف الصلاة بالمصطفى تنصر يا ربي صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدي أرجى لنشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أن
أكبر يا رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدي وزد علما وافقنا على عمل فلا تشغل بغيرك تهجرا ربي صل على النبي محمد من الهلاك من جهنم في غدي فجميع مضارة ومؤلمة وعن الجميع مقاصد يستهبر ربي صل على النبي محمد من الهلاك من جهنم في غدي صل الله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. قال الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى انه اسر بنعم لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا ولم نطق عطاءه وارسلنا اليه اسماء اهل بدر رضي الله عنه في كرطاس واوصيناه به في الدنيا وتوسل بهم فاتلكه الله تبارك وتعالى من غير فداء فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك البركة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني فاستشاموني فصاروا يتبايعونني وكانوا كل من اشتراني تصيبه مصيبة ونقصتم في الثمن يتبعوني بسبعة دنانير فما مضى على من اشتراني بذلك إلا ثلاثة أيام حتى أصيب بعظم مصيبة فأخذ يعذبني بأنواع العذاب ويقول لي أنت ساهر وأنا لا أتبعك بل أتقرب بقتلك للصليب فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته وهشمت وجهه فمات من هيني فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب واشتهر خبري بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قتلي فما مضى إلا ثلاثة أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه ومال كثير فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم فأتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأنه وقالوا له متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا ونحن لا نشك من أنه من أولاد الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم وأرسل إلي الملك وأتلكني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلادي فهذا سبب خلاصي من الأسر خلصنا الله سبحانه وتعالى بهم من أسر الذنوب والخطايا رضي الله عنا لبادي رضي الله عن شهدائي رضي الله عن آل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن آل بدر رضي الله عن شهدائي نسيم تهية المولى العالي لا صها بطه الأبطاهي مرادي أهل بدر يا مرادي خصوصا أهل بدر من كرامي خيار من
سبحان الإله وقد بارهم وأولاهم هو النبي السميع مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي يا بدري يا مرادي عويزا وفضلا ذاك مالي بصحبة خاتم رسول الله مرادي يا مرادي مرادي البدرية مرادي غزوا لله غزوات واولى ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي مرادي البدر يا مرادي صورة الشهداء وأهل بيت على دنيا الإكرام هافي مرادي يا مرادي يا مرادي البدرية يا مرادي فكم فرج يجيء إذا توصل بهم والبطى فيها الإنسان مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي بدري يا مرادي بهم نرجل للال باسمي واري وليل مطالب الغل سهيل مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي بدري يا مرادي صلاة الله دائما تفوها على طاعة النبي الهاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي البدر يا مرادي وعال وصحابة ما تواصل بأهل البدر ذو خوف جلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي اللهم صل وسلم وبارك عليه എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി മടിക്കുന്നു, തർദിയത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സൗണ്ടേ ഇല്ല, ഇരിക്കലല്ല, തൂങ്ങൽ ഉറങ്ങലല്ല. അസ്ഹാബുൽ ബദരിങ്ങളെ മജ്ലിസ് നമ്മളൊക്കെ നല്ല ഹുദൂറോടുകൂടി നല്ല മനസ്സോടുകൂടി സ്വലാത്ത് ജോറ് ചെല്ലണം, റളിയല്ലാഹുവിനെ ജോറ് ചെല്ലണം, ദ്വാരക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആമീന്ന് ജോറ് ചെല്ലണം. ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് നല്ല ഹുദൂറോടുകൂടി അള്ളാഹിൻ്റെ പള്ളിയിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദരിങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ നല്ല ഉഷാറായി ചെല്ലണം. അപ്പോഴേ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു തആല റബ്ബർക്കത്തുണ്ട്, അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കും. അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അസ്ഹാബുൽ ബദരിങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ പേരിൽ നിന്നിട്ടും എല്ലാ മാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ പത്തറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ കറി ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ അഷ്റഫ്, നമ്മുടെ പുത്തുമോണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ അബൂബക്കർ പച്ചെടുക്കാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കിടാവിൻ്റെ പേരിൽ ഉഷാറില്ലാത്ത സമയത്ത് നിയത്താക്കിയത്, രണ്ടാമത്തെ ഉമ്മ സുഖമില്ലാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയും കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു തആല അസ്ഹാബുൽ ബദരിങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സീർണി ഉണ്ടാക്കിയ, ഇവിടെ വന്നിരുന്ന, സഹകരിച്ച, സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആഖിറത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു തആല പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ.
അവർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല ബാപ്പമാർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ആഫത്തിൽ നിന്നിട്ടും അപകടത്തിൽ നിന്നിട്ടും അപകട മരണത്തിൽ നിന്നിട്ടും അസ്ഹാബുൽ ബദരികളെ കാവൽ കൊണ്ട് നമ്മയും നാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ വിദേശത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, സൗദിയ, ദുബായ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിദേശ നാടുകളിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم ودخر الشيخ الدواني رحمه الله تباركه تعالى أنه سميع من مشاهيك الحديث رضي الله تعالى عنهم أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسمائه أهل بدر رضي الله تعالى عنهم وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء رضي الله تعالى عنهم لم تعسر له الولاعة إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم فنسأل الله سبحانه تعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وسيدنا طلحة رضي الله تعالى عنه وسيدنا زبير رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وسيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وسيدنا الخنصي رضي الله تعالى عنه وسيدنا الأرقم رضي الله تعالى عنه وسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وسيدنا إياس رضي الله تعالى عنه وسيدنا إياس رضي الله تعالى عنه وسيدنا أنيس رضي الله تعالى عنه وسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي رضي الله تعالى عنه وسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عوس رضي الله تعالى عنه وسيدنا عوس رضي الله تعالى عنه وسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وسيدنا بجير رضي الله تعالى عنه وسيدنا بهاز رضي الله تعالى عنه وسيدنا بسبسة رضي الله تعالى عنه وسيدنا البراء رضي الله تعالى عنه وسيدنا بشير رضي الله تعالى عنه وسيدنا بشير رضي الله تعالى عنه وسيدنا تميم رضي الله تعالى عنه وسيدنا تميم رضي الله تعالى عنه وسيدنا تميم رضي الله تعالى عنه وسيدنا سقف رضي الله تعالى عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله تعالى عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله تعالى عنه وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وسيدنا جبير رضي الله تعالى عنه وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وسيدنا جبار رضي الله تعالى عنه وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وسيدنا حاتب رضي الله تعالى عنه وسيدنا حاتب رضي الله تعالى عنه وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وسيدنا الحارث 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 رضي الله تعالى عنه وسيدنا هريس رضي الله تعالى عنه وسيدنا الحباب رضي الله تعالى عنه وسيدنا حبيب رضي الله تعالى عنه وسيدنا حرام رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمزة رضي الله تعالى عنهم عليهم رضاهم والعطايا ورحمة ونعم وآلاهم من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه سيدنا خباب رضي الله تعالى عنه سيدنا خباب رضي الله تعالى عنه سيدنا خنيس رضي الله تعالى عنه وسيدنا خرين رضي الله تعالى عنه سيدنا خولي رضي الله تعالى عنه سيدنا خوان رضي الله تعالى عنه وسيدنا خداش رضي الله تعالى سيدنا خراش رضي الله تعالى سيدنا خالد رضي الله تعالى وسيدنا خلاد رضي الله تعالى سيدنا 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 خالد رضي الله تعالى وسيدنا خليل رضي الله تعالى سيدنا خليفة رضي الله تعالى سيدنا خبيب رضي الله تعالى سيدنا عدي سمالين رضي الله تعالى وسيدنا ذكوان رضي الله تعالى سيدنا ربيع رضي الله تعالى سيدنا ربيع رضي الله تعالى سيدنا رفاعة رضي الله تعالى سيدنا رافي رضي الله تعالى وسيدنا رافي رضي الله تعالى سيدنا 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 رفاعة رضي الله تعالى وسيدنا رفاعة رضي الله تعالى سيدنا رفاعة رضي الله تعالى سيدنا راشد رضي الله تعالى سيدنا ربيع رضي الله تعالى سيدنا رقيلة رضي الله تعالى وسيدنا زيد رضي الله تعالى سيدنا زيد رضي الله تعالى سيدنا زيد رضي الله تعالى سيدنا زياد رضي الله تعالى سيدنا زياد رضي الله تعالى سيدنا زياد رضي الله تعالى وسيدنا زيد رضي الله تعالى سيدنا زيد رضي الله تعالى سيدنا زيد رضي الله تعالى سيدنا صائب رضي الله تعالى سيدنا سالم رضي الله تعالى
وسيدنا صبرة رضي الله تعالى سينا سنان رضي الله تعالى سينا سهير رضي الله تعالى سينا صعبة رضي الله تعالى سينا سعد رضي الله تعالى سينا سعد رضي الله تعالى وسيدنا سعد رضي الله تعالى سيدنا 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 سلامة رضي الله تعالى سيدنا سلامة رضي الله تعالى سيدنا سلامة رضي الله تعالى وسيدنا سالم رضي الله تعالى سيدنا سهل رضي الله تعالى سيدنا سهل رضي الله تعالى سيدنا سعيد رضي الله تعالى سيدنا سعيد رضي الله تعالى سيدنا سعيد رضي الله تعالى وسيدنا سعد رضي الله تعالى سيدنا 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 سيماك رضي الله تعالى وسيدنا سفيان رضي الله تعالى سيدنا سراقة رضي الله تعالى سيدنا سراقة رضي الله تعالى سيدنا سليمان رضي الله تعالى وسيدنا سليمان رضي الله تعالى سيدنا 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 سنان رضي الله تعالى سيدنا سواد رضي الله تعالى وسيدنا سواد رضي الله تعالى سيدنا شجاع رضي الله تعالى سيدنا شماس رضي الله تعالى سيدنا شريك رضي الله تعالى سيدنا صفوان رضي الله تعالى وسيدنا صهيب رضي الله تعالى سيدنا صبي رضي الله تعالى سيدنا صفيه رضي الله تعالى سيدنا الله حق رضي الله تعالى سيدنا الله حق رضي الله تعالى وسيدنا لمرة رضي الله تعالى سيدنا طليب رضي الله تعالى سيدنا طفيل رضي الله تعالى وسيدنا طفيل رضي الله تعالى سيدنا طفيل رضي الله تعالى عليهم ثناهم والعناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيته على المصطفى المختار خير البرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة 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 بسيدنا عاكل رضي الله تعالى عنه بسيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه بسيدنا عمير رضي الله تعالى عنه بسيدنا عمير رضي الله تعالى عنه بسيدنا عبد الله 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 رضي الله تعالى عنه
سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه بسيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه سيدنا عكاشة رضي الله تعالى عنه سيدنا عامر رضي الله تعالى عنه سيدنا عامر رضي الله تعالى عنه سيدنا عامر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه سيدنا عمرو 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 رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عياض رضي الله تعالى عنه سيدنا عباد رضي الله تعالى عنه سيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه سيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه سيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله تعالى عنه سيدنا عاصم 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 رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر 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 رضي الله تعالى عنه سيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الرب رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه سيدنا عمرو 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 رضي الله تعالى عنه سيدنا عائذ رضي الله تعالى عنه سيدنا عثم رضي الله تعالى عنه سيدنا عثم رضي الله تعالى عنه سيدنا عبس رضي الله تعالى عنه سيدنا عباد رضي الله تعالى عنه سيدنا عباد رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله تعالى عنه سيدنا العجلان رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه سيدنا عدي رضي الله تعالى عنه سيدنا عطية رضي الله تعالى عنهم عليهم سرور والفخر وطرفة وجود وإحسانهم تزيد وترفع تسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريه سيدنا غنام رضي الله تعالى عنه سيدنا الفاكر رضي الله تعالى عنه سيدنا برو رضي الله تعالى عنه سيدنا قدام رضي الله تعالى عنه سيدنا قطاد رضي الله تعالى عنه سيدنا قطب رضي الله تعالى عنه سيدنا قيس رضي الله تعالى عنه سيدنا قيس رضي الله تعالى عنه سيدنا قيس رضي الله تعالى عنه سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه سيدنا لبذا رضي الله تعالى عنه سيدنا مهجة رضي الله تعالى عنه سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه سيدنا مصعب رضي الله تعالى عنه سيدنا معمر رضي الله تعالى عنه سيدنا مرهد رضي الله تعالى عنه سيدنا المقداد رضي الله تعالى عنه سيدنا مصطفى رضي الله تعالى عنه سيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه سيدنا محرز رضي الله تعالى عنه سيدنا معتب رضي الله تعالى عنه سيدنا معن رضي الله تعالى عنه سيدنا بشر رضي الله تعالى عنه سيدنا محمد رضي الله تعالى عنه سيدنا المنذر رضي الله تعالى عنه سيدنا المنذر رضي الله تعالى عنه سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه سيدنا معن رضي الله تعالى عنه سيدنا معتب رضي الله تعالى عنه سيدنا معتب رضي الله تعالى عنه سيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه سيدنا معبد رضي الله تعالى عنه سيدنا معبد رضي الله تعالى عنه سيدنا معاذ 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 رضي الله تعالى عنه سيدنا مالك 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 رضي الله تعالى عنه سيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه سيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه سيدنا المجد رضي الله تعالى عنه سيدنا معبد رضي الله تعالى عنه سيدنا معبد رضي الله تعالى عنه سيدنا معكم رضي الله تعالى عنه سيدنا المنذر رضي الله تعالى عنه
سيدنا محر رضي الله تعالى عنه سيدنا مولاي رضي الله تعالى عنه سيدنا نور رضي الله تعالى عنه سيدنا نعمان رضي الله تعالى عنه سيدنا